Radio. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. نعم، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال المنشور 2021/6 الذي صدر الاثنين الماضي. وللتعرف أكثر على تفاصيل أوضح عن هذا الموضوع كان لنا اتصال بالأستاذ محمد يحيى، أستاذ القانون الإداري بجامعة عبد الملك السعدي هنا بمدينة طنجة، والذي أمدنا بتصريح خاص لإذاعة كبراديو بهذا الخصوص، فلنستمع. الموضوع ديال القانون رقم 55/19 المتعلق بالتصيط المساطر الإدارية، هذا القانون اللي كان تصادق عليه الهدف الأساسي منه هو تقوية ديال أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق بمعنى المواطن، وإعادة تأسيس هذه العلاقة بمعنى العلاقة بين الإدارة والمواطن على مرجعية اللي هي واضحة وكتأثر العمل والخدمة داخل المرافق العمومية بناء على واحد المجموعة ديال المساطر اللي هي دقيقة وشفافة. إذا المستجدات الأساسية اللي جات في هذا السياق كتحدد أساسا، أولا تحديد المبادئ العامة بحال اللي قلنا المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرافق العمومي والتي تقوم على أساس الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، خصوصا تحديد آجال قصوى لرد على الطلبات ديال المرتفقين ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري ومجموع الوثائق المتصلة به. إذن هذه هي المسألة الأولى اللولية اللي هي أساسية. النقطة الثانية كتتعلق بإلزام الإدارات، كل الإدارات العمومية ببلادنا، بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية بمعنى من تراخيص ورخص وأدونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في البوابة الوطنية، أو ستحدث لهذا الغرض أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. النقطة الأساسية الثالثة وهي تبسيط المساطر الإدارية من خلال إلزام الإدارات بتحديد أجل لرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصى 60 يوم، مع إمكانية تحديد أجل أقل من هذه المدة هذه، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوم كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. ثم من بين كذلك المستجدات الأساسية اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، بمعنى وقت مجموعة من القرارات لنص تنظيمي غادي قلنا على أن سكوت الإدارة بالنسبة لهذه القرارات تعتبر بمثابة موافقة بالنسبة لهذه القرارات، حتى يبقى المواطن تائها وينتظر إلى ما لا نهاية، إذن لوضع حد نهائي لهذه المسألة. ثم كذلك إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية وتعميم الإدارة لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتلك المتعلقة بأداء المصارف الإدارية ذات الصلة في الأفق، يعني واحد المدة الزمنية اللي هي ميسرة على المدى المتوسط والبعيد. ثم دائما في نفس السياق إحداث واحد لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. هذه اللجنة الوطنية من طبيعة الحال كتكون من السيد رئيس الحكومة، وزير الداخلية، أمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد المالي وإصلاح الإدارة، السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي. ثم كاين واحد الكتابة ديال هذه اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي يتولاها قطاع إصلاح الإدارة. إذا كل هذا ما معناه؟ معناه أنه نعلم جميعا أنه خصوصا بالنسبة لهذه الولاية التشريعية الحالية واللي هي تقريبا قاربت نهايتها، كنتذكر دائما الخطب ديال جلالة الملك في الدخول البرلماني، وبالتالي دائما بين النقط التي يؤكد ويشير إليها وهو هذه المسألة ديال خدمة المواطن، إدارة القرب، تبسيط المساطر الإدارية، وهذه كل التعديلات التي طارت القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية يتأتي في هذا السياق، أي تنزيل رؤية الملكية بالنسبة لإدارة القرب بالنسبة للمواطنين.
إذن كذلك رئيس الحكومة دعا في مجلس الحكومة الأسبوع الماضي إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون 55/19 قبل نهاية هذا الشهر. إذن إحنا اليوم 30 مارس، اليوم 29، بقي واحد 3 أيام. السيد رئيس الحكومة دعا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون 55/19، وهو القانون كما قلنا اللي كيعمل على تنزيل ديال المبادئ اللي تحدثنا عليها قبل قليل، ومتعلقة بالقرارات الإدارية ذات الصلة بالمواطن المرتفق جميع الإدارات العمومية، بمعنى إدارة الدولة الجماعات الترابية، كل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بهذا النوع من المهام. كذلك وزارة الداخلية لابد أن تستحضر هذا المقتضى، عملت على تبسيط كل ما يتعلق بمستجدات هذا القانون 55/19 بصيغة ورؤية قانونية واضحة لفائدة جميع المواطنين المغاربة اللي عندهم علاقة بالمرافق العمومية. وكل شيء هذا الشخص نعرفه لا يمكن إلا أن يشكل وغادي يخلف واحد ردود فعل جد إيجابية لدى رأي العام المغربي بكل فئاته.